انطلاقا من علم ممزق يرفرف فوقها، امتدادا من الطريق المؤدي لأقسامها وشعبها، تتضح معاناة المراجعين لدائرة تقاعد البصرة. فمن عام إلى 5 أعوام تنحصر المدة الزمنية لإنجاز معاملة التقاعد أو الحصول على فروقات أو مكافأة. عندنا معاملة مال تعويض من 2015 لحد الآن، راح من بغداد وما إجن بالتقاعد. إيه بيتنا مفلش وأنا قاعد إيجار وهاي. فيابا هسه حسدر جاب، قال لي لا إلا تجينا بالبريد. والله أنا توا كنت تمس هذا باسل، قال لي روح خليه مشوه، وصمت ولا حد الآن. شنو ذنبني يعني؟ وين نروح؟ مدير ماكو، روح على المعاون يقول لك ما أعرف، تروح على المدقق يقول لك ما، وين نروح يعني؟ فسووا لنا حل أستاذ يعني. مثال الروتين الحكومي المعقد حال والدة الشهيد، فعلى لسان ذويها يثار الاستغراب عن سبب إذلال المواطن لإنجاز معاملة التقاعد. دار التقاعد بالمعقل يقول لي ها قرد، قل لي باسم هذا الشهيد، قلت له هي والفايل والفايل مو انت كاتب اسم خيرية داوود، اقول لك باسم الشهيد. شوف المعاناة هناك، ما جاي تمشي معاملة، شغلة عرف شغلة واسطة اوكي، وجوا تحت الكواليس هم جاي تمشي، اما شغلة اصولية لا ما تمشي. اعدادنا لهذا التقرير اقتصر على التصوير الخارجي فقط لتحجج هيئة التقاعد بقرار مركزي يمنع التصوير او الحديث داخل الدائرة، التي حطمت الأرقام القياسية بالزمن ودفع الأموال مقابل ترويج المعاملات دون حسيب أو رقيب. بحسب ما يشتكي المراجعون، تجولنا سرا داخل الدائرة فلم نجد فيها ما هو إيجابي سوى الشركة المختصة بإنجاز بطاقات دفع الرواتب. حلم الحصول على هوية المتقاعد بالنسبة للمستحق يتحقق بعد 2 وأكثر في دوائر تقاعد البصرة، وإذا ما أراد المراجع اختصار الطريق فلديه خيار سرعة الدفع مقابل سرعة الإنجاز هربا من المراجعة في أماكن لا تصلح للمواطن أو الموظف. من أمام هيئة التقاعد الوطنية في البصرة، أركان تقي، قناة التغيير.